السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في وحدة الهندسة. مفردات الدرس عندنا رباعي الأضلاع، هو شكل مسطح لأربعة أضلاع، يعني هنا لدينا أربعة أضلاع، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وكذلك هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة. ننتقل إلى السؤال مباشرة لكي نفهم الأسئلة. أنسخ وأكمل الجدول الآتي. عندنا أول شيء اسم الشكل، طبعا هنا الاسم مستطيل، أما هنا مثلث، وهنا خماسي، وهنا دائرة، وهنا سداسي. فأضلاع المستطيل أربعة وزواياه أربعة، المثلث ثلاثة وزواياه ثلاثة، الخماسي خمسة وزواياه خمسة، الدائرة طبعا لا يوجد، وكذلك هنا لا يوجد. أما السداسي ستة وزواياه أيضا ستة. في السؤال الثاني أرسم وسمي الأشكال الآتية. في السؤال ألف، أول نتكلم عن سؤال ألف. لدي أربعة أضلاع وأربع زوايا قائمة، والضلعان المقابلان لبعضهما يتساويان في الطول، وزوجة من الأضلاع أطول من الزوج الآخر. طبعا هنا الإجابة مستطيل، في السؤال باء لدي ستة أضلاع ليست كلها متساوية بالطول. هنا عندنا سداسي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. في السؤال جيم لدي ثلاث أضلاع وزواياه قائمة، عندنا هنا مثلث قائم الزوايا ويكون بهذا الشكل. في السؤال دال لدي ثلاث أضلاع وليس لدي زوايا قائمة، هنا مثلث ويكون بهذا الشكل. في سؤال ه لدي خمس أضلاع ليست كلها متساوية في الطول، هنا خماسي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. وسؤال واو لدي أربع أضلاع متساوية الطول وأربع زوايا قائمة، هنا عندنا المربع. في السؤال زا لدي ستة أضلاع متساوية الطول وليس لدي زوايا قائمة، هنا متوازي الأضلاع. هذه هي الإجابات. الآن ننتقل إلى درس استكشاف الأشكال الثلاثية الأبعاد. عندنا في السؤال الأول، في السؤال الأول أرسم وسمي الأشكال الهندسية الثلاثية الأبعاد. أولا ألف لدي ستة وجوه وثمانية رؤوس واثنى عشر حدا، وكل أوجهه لها شكل نفس الشكل، طبعا هنا المكعب. في السؤال باء لدي ستة وجوه وثمانية رؤوس ولدي اثنى عشر حدا، وأربع من أوجهه مستطيلة الشكل والباقي مربعة الشكل، هنا متوازي مستطيلات. في السؤال جيم لدي ثلاث أوجه ليست لدي رؤوس ولدي حدان اثنان من وجوهي لهما الشكل نفسه،
واحد منهما منحني، فمن أنا؟ طبعا هنا الأسطوانة. في السؤال دال لدي، في السؤال دال لدي 5 وجوه وستة رؤوس، لدي 9 حدود، إذا قطعتني إلى نصفين فأنا آخر وجهي ويبقى كما هو، واثنان من وجوهي هما مثلث الشكل، والثلاثة الباقية مستطيل الشكل، فمن أنا؟ طبعا هنا الخماسي. في السؤال ها لدي سطح أملس بلا رؤوس أو حدود، فمن أنا؟ طبعا هنا الكرة. في السؤال واو لدي وجهان ورأسان واحدا وحدا واحدا، فمن أنا؟ هنا المخروط. الآن ننتقل إلى درس التماثل. هنا في صفحة ناقصة. في هذا السؤال، في السؤال الثاني أجب عن الأسئلة، أي من الأحرف السابقة لديها خط تماثل واحد؟ عندنا الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ W والبي واليو والكي والأم. أي من الأحرف السابقة لديها خط تماثل؟ عندنا الأو والأكس والأتش والآي. في السؤال جيم، أي من الأحرف السابقة لديها أكثر من خط تماثل؟ عندنا الأو والأكس. في السؤال دال، أي من الأحرف السابقة ليست لديها أي خط تماثل؟ عندنا الأل والأف والجي والواي والزد والآر والأس والكيو والأن والبي و. والبي وأيضا تي. طبعا هنا يقوم الطالب بإكمال الشكل المقطوع. سؤال مسحي. الآن ننتقل إلى درس الطرقات. في أول سؤال، ما عدد الخطوات التي يستطيع السير بها غربا قبل أن ينعطف؟ طبعا عندنا هنا 3 خطوات. في أول سؤال لدينا 3 خطوات. عندنا في السؤال الثاني، ما مجموع الخطوات التي يستطيع السير بها جنوبا؟ طبعا هنا 5 خطوات.
في السؤال الثالث، ما مجموع الخطوات التي يستطيع السير بها غرباً؟ 5 خطوات. في السؤال الرابع، كم طريقاً مختلفاً يستطيع السير به في المرعى؟ عندنا 3 طرق. في السؤال الخامس، هل يستطيع السير شمالا؟ طبعا لا. هل يستطيع السير شرقا؟ لا. طبعا هذا جواب لهذا السؤال للخروف. تقريبا هذه جميع الأسئلة والإجابات، وشكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى منكم نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثالث لتعم الفائدة، وبإذن الله سوف ننتقل إلى درس النقود في الفيديو القادم، وشكرا.